إلى الرأي العام باسم نساء من بيج وريفها منذ 20 من الشهر 11 لعام 2022 تفرض الحكومة السورية حصارا على حيي الأشرفية والشيخ مقصود ومناطق الشهباء، حيث يأتي هذا الحصار في ظروف معيشية صعبة يعيشها المواطن السوري، وخصوصا جاءت في بداية فصل الشتاء حيث انعدام عوامل التدفئة والنقص الحاد في المواد الغذائية، وكذلك انعدام الكهرباء وارتفاع الأسعار الجنوني، وكان أحد أسباب انهيار المبنى في شيخ مقصود وشارع الفردوس، حيث يتوجب على الحكومة السورية فك الحصار فورا وصون حقوق المواطن وفق الدستور وعدم اتباع سياسة عقاب الشعب الذي يتزامن مع التهديدات التركية والاعتداءات المستمرة على مناطق الشهباء من خلال القصف العشوائي ومحاولة احتلال المزيد من الأراضي السورية. ومن هذا المنطلق فإننا ندعو الحكومة السورية المبادرة بفك هذا الحصار الخانق واحترام حقوق المواطن وعدم الدخول باتفاقات تطبيع لا تخدم المصلحة السورية، لأن تركيا تسعى وراء مصالحها التوسعية ولا تجلب الاتفاقات معها سوى التأثير على الشعب ومحاولة التوسع في الأراضي السورية واتباع سياسة التتريك الديمغرافي. المسعى التركي الذي تتساهل معه الحكومة السورية عبر إجراءات لقاءات وحوارات مع تركيا لتصدي في نهاية المطاف خروج الاحتلال من الأراضي السورية، بل لا زالت تركيا بعد التقارب من الحكومة السورية تسعى لمحاولة احتلالات جديدة في مناطق شمال وشرق سوريا من التهديدات التركية المستمرة والمساهمة بتوحيد الصف السوري للدفاع عن الأرض السورية والأخذ بعين الاعتبار ضرورة الحل السلمي للأزمة السورية ووقف التعديات وسياسة الإقصاء وإجراء حوار سوري سوري ينهي معاناة السوري وعانوا ويلات الحرب التي مورست عليهم من قبل دولة الاحتلال التركي. فالاحتلال التركي ومنذ بداية الأزمة السورية وهو يحاول بشتى الطرق والوسائل التأثير على الملف السوري، حيث قامت باحتلال. وبهذه الوقفة نرسل رسالة إلى جميع أهالينا المحاصرين في حي الشيخ مقصود، إننا إدارة وأهالي مدينة منبج بجميع مكوناتها نقف معكم ونحييكم على صمودكم ونعزي أهالينا في حي الشيخ مقصود، ونرجو من الله أن يلهم ذوي الضحايا الصبر والسلوان. باسم الأحزاب السياسية في منبج وبصوت المرأة الحرة نندد هذا الحصار الجائر المفروض على شيخ مقصود وأشرفية والشهباء من قبل نظام لا إنساني ظل الظروف الصعبة التي يعيشها أهالي في هذه المناطق ومنع الوصول إليهم جميع المقومات الحياة وخاصة أدوية والمازوت التي هي من أشد الحاجة في فصل الشتاء مع قصف شبه اليومي من قبل احتلال الدولة التركي الذي هجر أهالي عفرين قسرا بيوتهم ومباني منها مهدمة ومنها ما لحق الضرر بأساساتها ليقطنوا في الشهباء بغيه كسر إرادة هذه الشعب ونيل من حريته المكتسبة، إلا أن الإرادة التي تبنى على قضية المشروع وفكر الملتزم إلا تنال منه قوة مستبدة.